في تناقض فعلا. يعني عايز اقول لحضرتك لما نيجي نتكلم عن استعدادات المنتخب لامم افريقيا ونيجي نشوف تصريحات برضو، فكان في تناقض صح كده؟ على كل حال مش هنركز مع التصريحات، خلينا نركز مع المنتخب دلوقتي ومدى رؤيه حضرتك لمدى استعداداتنا ان شاء الله للفوز، والمجموعه بتاعتنا برضو شايفها ازاي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طيب يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك بتقولي استعدادات منتخبنا، هي فين استعدادات منتخبنا؟ ايوه شوف بس البدايه اهي، شوف البدايه زي العسل. بدايه زي العسل. دي حقيقة. شفت بقى اهو ما غلطناش في الاول. ومش هنتغاضى عن كلام كروش او تصريحاته، لان هي ومش هنجمل الكلام، هو الراجل بيضحك علينا. بس يعني هو اعتذر على فكره، هو او وضح هو قال الحقيقه. هو قال الحقيقه بقى، اعتذر ما اعتذرش، هو قال الحقيقه وعبر عن قناعاته بالظبط. هو الموضوع منتهي يعني، هو مثلا ايه لما قال على كاس العرب ان هو مثلا بيجرب تجربه مقبول، مقبول شويه. على اساس ان احنا كان عندنا بعد كاس العرب عندنا حاجتين مهمين جدا، المهم ثم الاهم، المهم هو كاس الامم الافريقيه في الكاميرون، ثم الاهم والاهم جدا اللي هو التاهل لكاس العالم طبعا في المباراتين الفاصلتين. الراجل لما خلاص احنا خلاص كاس العرب بما له وما عليه خلاص مقبول تماما بالنسبه لنا، مفيش مشاكل. هو ما له وما عليه فعلا. بالظبط. لما يجي بقى لبطوله كاس الامم الافريقيه وتصريح قبل كده، لا اصل انا ما اتفقتش على كاس الامم الافريقيه، اصل انا اهم حاجه عندي كاس العالم، وانت لو سالت اي حد اوكي انا موافق على كل كلامك بشرط واحد بس، ان انت تنفذه عشان ناخد يا عم كاس الامم الافريقيه واطلع كمان من الدور الاول. انا موافق كمشجع مصري، موافق على ده بس بشرط ان انت تاهلنا لكاس العالم، لكن ده مش هيحصل. طب واللي يطلع رابع على العرب ويطلع بالمنظر اللي حضرتك بتتكلم عليه افريقيا ده هيعمل ايه؟ انا جاي لحضرتك بقول لحضرتك هو ليه بيضحك علينا؟ هو حاجه من اتنين، هو بيضحك علينا ولا بيستخف بينا؟ يعني الكلام ده ضحك على الدقون ولا استخفاف؟ كله يعني، هو يعني ما هو بيضحك عليها بيستخف بينا برضه. يعني هو الراجل خلاص قرا بقى الدنيا ماشيه ازاي في حزب اهلي، في حزب زمالك، في اتحاد كوره، خلاص هو ايه قال لي جيب من الاخر. غضب جماهيري مجمع. انا فاهم على مختلف الانتماءات، انا فاهم، لكن هو الراجل كان ذكي ليه؟ انه كان ذكي في تصريحاته انه بيعرف يضحك علينا ازاي. يعني هو قال لك انا معاكم ان انا طموحي ان نوصل كاس العالم، هو المباراتين الفاصلتين نجح فيهم ونتمنى ده، خلاص انا كنت متفق على كده وحققته ورحت كاس العالم. ما حصلش هيمشي، ما هو خلاص ما عندناش. هو ممكن يكمل بعد لو ما حصلش، هو ما فيش اصلا حاجه. وده اوبشن يا جماعه، فبالتالي حد يجاوبنا بالظبط، فبالتالي مش هيتحاسب. فهو بعد المباراه الفاصله او المباراتين الفاصلتين ذهاب واياب لكاس العالم ما فيش كروش لا قدر الله، يعني نتمنى طبعا اتمنى يحقق كلامه ويبقى صح ونتاهل ونبقى نشوف الموضوع الاداء ده بعدين. لكن هو بالشكل ده هو راجل بيتحرر خالص، لان هو لو عمل اللي هو عاوزه خلاص هو صعد وتاهل، انا حققت وكنت عندي كلمتي. لكن لو ما حصلش لا قدر الله هيمشي، فما فيش حساب، ما حدش هيوجه له انت ليه فشلت، مش هيقعد في مؤتمر. ما هو الرد هيكون ان هو هيمشي يعني. بالظبط. ويقعد بقى نسال احنا دي السيد نسال محمد شوقي نافن هيكون مشي بعد ما ضيع علينا كاس العرب وام افريقيا وكاس العالم. بالظبط هيكون مش. طب احنا عملنا في نفسنا كده ليه؟ حضرتك هتعمل معاه ايه؟ تقدر تقول لي هتعمل معاه ايه؟ روح اسال بقى كابتن ضياء السيد، كابتن محمد شوقي، كابتن عصام الحضري، اي حد قدامك اساله، واسال اتحاد الكره اللي يكون جديد من بكره يقول لك انا ماليش دعوه، ده اللي جابه اللي قبليه اللي يعني هيحصل. طبعا مفيش اي حاجه، ما حدش هيتحاسب، هو او مش حدش الراجل نفسه مش هيتحاسب على الكلام ده كله، فهيمشي وحضرتك هتعمل له ايه؟ ولا اي حاجه خالص، ويمشي ويروح بلده وشكرا ويعيش حياته.